مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكون بألف خير. اليوم جينا فيديو جديد، بس مو مثل كل مره. اليوم مقلب لفداء فدوا حبيبي. اذا شفتي هالفيديو انا اسف كثير، بس والله هيك كتبوا لي بتعليقات بدهم هيك فيديو. الله ليش عملتي؟ ليش هيك وقعتيها؟ والله هي وقعت. بيلا امشوا، وسختي حالك. معلش عفوفي، عادي. انت كمان وسختي حالك. فدريني، لا موسخة حالك. ليه موسخة حالك انت؟ انت معلش كنت مقلب فيا. لا والله يا مقلب فيا. لا يا مقصر عليها. انا وسخت حالها. انت صغيره، هي قد من ورا عفاف كان راح ينكشف المقلب. كشفتنا الا شوي. يلا مشي. ما بعرف ايش في من الاولاد هيك. ليه مقلب؟ انا استغرب ماما ما بتعصب علي. ليه اليوم عم تعصب؟ لسه اول مره بعصب عليكي. انت كبيره اليوم، رايح هيك بعصب عليكي. ما تاكلي بس اليوم. انا حاسه انه مقلب. طيب اوكي مقلب، بس اسكتي لا تحكي. اوكي عفاف قلبه محسسه انه مقلب، بس والله ما حكينا قدام اي شيء. بس ليه حاسه؟ ما بعرف كده، ما عارفش. هل هتقول لا؟ لا مو بصير تقولي لا. اوكي اوكي يلا مشي. بس اذا عم شيل الكاميرا اذا عم تعيشي لا. اوكي اوكي اوكي. اول شيء رايحين نشتري شوية اغراض لازم لنا. شو راح تشتروا اول شيء تعرفوا؟ اكلات. لا مو الاكلات لازم لنا، لازم لنا شوية لبس لكم. يا لبس؟ شو لبس لازم لانه ما بدي لبس. انت ما كيفك، بس امشي. انت ما تعطي رايك، ثاني مره ما تعطي رايك بشيء. اول شيء رح نعمله بدكم تشتروا لبس على ذوقكم. عفاف انت بتختاري على ذوقك، وفيداء انا بختار لك. ليه؟ لانه ما بتعرفي تشتري، وذوقك ابدا ما هو حلو. طب وذوق عفاف ما حلو؟ في عم تحكي هيك على عفاف؟ هيك الان ذوقه ما انا حلو. انت ما عليكي، انت بس بتمشي معنا، جايبينك هيك بس. يلا عفوفتي اختاري انت على ذوقك حبيبي. يلا يا عمري. فداء وينها؟ فداء دي كانت طالعه. ايش عم تعملي انت هيك؟ امشي. يا ريتني ماني جايبتك، اصلا ما كنت رح اجيبك. لا تختاري شيء انتي رجاء بليز، ذوقك مو حلو ابدا. اوكي اوكي. ليه عم تصيحي علي؟ ليه عصبتي؟ ايش حكيت معك ليه؟ يلا عفاف اختاري. يلا حبيبي عفاف اختاري. شو ما بدك عفاف؟ خلاص هي خلاص. قرار هذا لسه ما بلشنا الفيديو. خلاص وخلاص. لا عفاف رجاء بليز تخربيها علينا والله. اوكي لاخر الفيديو. ماما بليز اشتري لي من هاي. لا انا حكيت لك ما بتختاري شيء. ماما ما بمزح. ليه مفكرتي ما بمزح يعني؟ ماما انا بمزح. رجعيها طلعي ايش عملتي. بليز انت ما رح تختاري شيء. ماما ما في. تعي لا تزعلي. يا زعلت. خدي عفاف امسكي هاي لافرجيها. هدول مشتريات عفاف. وفداء اشترينا لها بيجامه واحده. افرجيكم اياها. بس هاي عصيانه. هاي فيديو. شو بدك فينا بس بيجامه؟ هاي بيجامتك اللي اشتريت لك اياها، مو عاجبك؟ لا انا عاجبني. اصلا انت ما كنت رح تفوتي لهون. غصب لها فوتناها. بمشي. خذيها. فداء زعلت، فكرت عن جد ما اشتريت لها شيء، بس انا ما اشتريت لها هذا الفستان هذا القميص، وكمان عم اشتري لها ما خلصت. حبيبي امشي قدامنا على البيت. امشي قدامنا على البيت. مو على البيت. لسه مين اكل همك مفكره انت؟ فكرتيني اكل همك ولا زعلانه عليكي؟ عفوا وين بتحبي تروحي؟ لا كل ذره. تاكلوا ذره.
بس فداء مالها. فداء ما بدها؟ لا ما بتحب الذرة. فداء ما بتحبي الذرة؟ ما بتجاوبنا. فدوقة فداء بتحبي الذرة الصفراء ولا لا؟ ما بدي. اوكي فداء ما بدها نشتري بس إلي العطر. مشتري لها الباربي. لا يا مامي رجعي. لون عفاف كان خليتها تشتري. عفوفة تعالي اختاري لعبة. تعي عفاف. مطرك ماي. ماي بدك لمع عيونك. روح اختاري واحدة. لعبة والله حلوة. لا خلاص رجعي. انت صغيرة. رجعي. صرت كبيرة. يعني عفاف ما كبيرة؟ لا عفاف صغيرة. انت قد يعني عمره سنتين؟ صغيرة حتى ولو. يلا. هاي مطرقة المي اللي اشتريتها عفاف. مع هاي اذا لقنا لحم زينين هيك بنركبها لهاي ونحطها هون. فرجيها لفيديو ايش اشتريتي. ما لا ما في انت مالك شيء. طب انا هاي بدك من المتحرك؟ لا اذا عفاف بدها مشتري لك. ايش رايك يا عفاف؟ ما بدي. خلاص ما بدي عفاف ما بدي. ما في. طب انا بدي انا موجه. يلا فدوقة. يلا امشي. يلا امشي. لحلي ان شاء الله صار تكي. وعفاف ايش اشتريتي عفوفة؟ واو لك وينها؟ فداء. بمشي خلص حاج. انتي بيجم واحدة بكفيكي. الدقة. ايش بدك كمان؟ ما بدي شيء. خليت فداء تروح يا عفاف وراح ارجع اشتري لها مطرة مي نفس ما بدها اياها. نفس هي. وهي اشترت لها مطرة المي لفداء مثل ما بدها بس ما راح افرجيها اياها للبيت. هي اجينا على محل الاكلات يختاروا لهم شوية اكلات. يا عمري طيب هون شو بدي استحمل هيك اسوي بيها مقلب؟ اشتري هاي. لا ما بصير. ابو طب كل شيء ما بصير ما بصير. اشتري هذا امي. اكيد انت عفاف ايش ما بدك تشتري. رجعي انت. لا بكيت. لا تصوري. خلاص خلاص خلاص. يعني طب الكاميرا. روح اشتري. يلا روح اشتري. اشتري شيء واحد وبس. لا نشتري هاي عصير. لا لا ايه اشتري. انت ما لك شيء. شيء واحد وبس. يلا يا عفوفه. يلا يا عمري اختاري اللي بدك اياه. بدك هاي. يلا اختاري شيء تشربي حدو. فكره معيونك عفوفتي. اختاري شو ما بدك. اخذ حدود. لك فدو اول راحت ضيعناها. معقول عم تقسم العصير؟ اشتريت هدول. مين سمح لك تشتري؟ ايه قال لي اشتري. طب انا ما قلت لك تشتري. اشتري. انا ما راح اشتري لك. ما انا مرجعتهم. اوكي. انا ما راح اشتري لك. عادي بس تحاسب اللي حطه. يا عمري بقدر اعمل بيها مقالب باللبس وكل شيء بس بالاكلات لا صعبه. ما بقدر اعمل بيها مقلب. يلا يا عفاف اختاري عصير. ايش اخترتي عفاف؟ بقدر بدل بوز عصير. قصدك بدل العصير بوزة؟ لا ايه بدل العصير بوزة. ولا البوزة ما بتنفع؟ برد كتير الجو برا. تمرضي بعدين. لا لا بس الصيف الدنيا ويخلص الشتاء بنشتري بوزة. اوكي لا بوزة ما لا روحي والله ما بصير. ما بتنفعك والله ما بتنفعك. خلص تمرضي. يلا بس عصير. يلا اوكي نسامحها مرة. مع انه انتوا جايبينك ما رح نشتري لك شيء على الاساس. لا اشتري حتى لو ما قلتي لي. صحة والف انا عفوفتي. انا رح اطعميك لانه ما بتعرفي تحكي. طعميها طعميها. هاي شوف فدوها صغيرة ما بتعرف تاكل. هيك انعكست. كانت عاملين عفاف للصغيرة وفداء الكبير. بس على الاكل فداء. هي فداء بكل شيء كبيرة بس على الاكل ما بتعرف تاكل مثل الاولاد الصغار. ودار هي ونسى ونسى ورز ورز شو هيك ما بتنفع معكم الشهر هون ضغطوا بعض. امام يا جماعة ماشي قبل معي؟
أصلا ما طالبة إذنك غصب عنك، أنا اشتريتها إلي، أنت ما إلك شيء. دي وضحك فدوقة فداء؟ آه. تخصمي امشي على السوا؟ طب ليه هيك اليوم عتعامليني؟ لأن بتستاهلي هالشيء. شو سويت لها؟ كلها شغلة؟ كلها شغلة ايدها؟ شو ايدها؟ تعي مقلب. يعني انت مالك خبر انه مقلب؟ لا بس ليه حسيتك كأنه بتعرفي؟ لا ما بعرف. عم سوي فيكي مقلب مثل اسمي. يوم تابعنا اكتبوا لنا مقلب مشان اسوي ماما. عايز اكتبوا بالتعليقات انه سوي مقلب بي اقوى. لا سوي مقلب ابو عفاف. لا ابتداء ابتداء مرة ثانية لا ابو عفاف المرة. شوي شوي دفيني عم بعرف بعرف يعني بعرف. ولهون نكون وصلنا نهاية الفيديو، إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، إذا ما عجبكم حطوا له ديسلايك واشتركوا بالقناة، بنحبكم كثير. لا تنسوا اشتركوا بالقناة. يلا باي. يلا باي.